الحمد لله، الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، خالق الثقلين وباسط الكفين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين. لا تسأل بكيفك ولا بأين، لأن الإله فوق الأين. سل البقرة سل آل عمران، سل الزهروين، سل الإخلاص والفلق والناس، سل المعوذتين، سل سورة الرحمن عن الجنتين، سل سورة النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، سل سورة الكهف عن الخدر وعن الغلامين لما بلغ السدين، سل سورة النساء عن الربع وعن النصف وعن الثلث والثلثين، سل سورة الأعراف عن موسى لما قيل اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عين، سل آدم لما تلقى من ربه كلمات، سل يونس لما نادى في الظلمات، سل موسى عن الميقات، وسله أيضا عن التسع آيات البينات، سل يوسف عن السجن وعن الجب، وسله أيضا عن السبع سنوات، ثم ارتقي واسأل سدرة المنتهى عن بقية السدرات. هنا وقف الحبيب محمد وسجد لله في ساحة الساحات، هنا وقف الحبيب محمد وختمت به الرسالات، هنا وقف الحبيب محمد فانعكس نور الإله على نور الحبيب محمد، فكان نور الحبيب محمد كنور مشكات، المشكات في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي على الدنيا بعد انتهاء الدنيا، ينادي على الناس بعد موت الناس، ويقول يا دنيا أين عمارك، أين أنهارك، أين الذين أكلوا خيري وعبدوا غيري، لمن الملك اليوم؟ فلا أنيس ولا مجيب، فالكل تحت أطباق الثرى، فهذه الشمس قد كورت، وهذه النجوم قد تناثرت، وهذه السماء قد تشققت، وهذه الأرض قد تبدلت، فيجيب الله على نفسه بنفسه الملك اليوم لله الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله أرسله في نون بشره، والملك خيره لما دعا ولقى، وبالتحريم والحل أمته، وفي الطلاق من الدنيا لمنطلقي، وفي التغابن تجار به ربحوا، إذ المنافقون في خسر وفي نفقي. يا صاحب الجمعة الغراء، يا أملي في الصف عند امتحاني، أخاف من خطئي أنت في الحشر عوني، في مجادلتي عسى أن تزول حديد النار من عنقي، وفي واقعة كان بي خطأ فاشفع لي عند ربك الرحمن من خطئي. الله أعطاك دون الرسل قاطبة فقال اشفع، فلن أرد شفاعة أكرم الخلق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. مدحه من مدحه بسور القرآن الكريم، فكان مما قال في كل فاتحة للقول معتبرا، حقت صلاتي على الممدوح بالبقرة، في آل عمران قدم شاع ذكره، رجالهم والنساء استوثقوا خبرا، من مد للناس من نعماه مائدة عمت فليست على الأنعام مقتصرة. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى
علي واحدة صلى الله عليه عشر، ومن صلى علي عشر صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألف، ومن صلى علي ألف زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة يوم القيامة. القرآن الكريم 114 سورة، القرآن الكريم 6236 آية بعد أهل الكوفيين. القرآن الكريم 6666 آية بعد غير الكوفيين. القرآن الكريم 77439 كلمة. القرآن الكريم الأوامر 1000 آية، والنواهي 1000 آية، والوعد 1000 آية، والوعيد 1000 آية، والقصص والأخبار 1000 آية، والعبر والأمثال 1000 آية، والحلال والحرام 500 آية، والدعاء 100 آية، والناسخ والمنسوخ 66 آية. وحد من أنزل هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن ينادي على أنبيائه جميعا في القرآن نادى عليهم بأسمائهم إلا سيدنا رسول الله. لما أراد ربنا أن ينادي على آدم قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولما أراد أن ينادي على إبراهيم قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ولما أراد أن ينادي على يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ولما أراد أن ينادي على زكريا قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام، ولما أراد أن ينادي على موسى قال يا موسى إنني أنا الله، ولما أراد أن ينادي على عيسى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ولما أراد أن ينادي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي، قال الله يا أيها الرسول. ولما أراد ربنا أن يعظم ويرفع مكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها المزمل، قال الله يا أيها المدثر. ولما أراد ربنا أن ينادي على حبيبنا وقرة عيوننا محمد ويذكر اسمه محمد في القرآن فقد ذكره بصفة النبوة أو الرسالة، فما لقارئ للقرآن إلا ويتلو قول الرحيم الرحمن محمد رسول الله. قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. صلوا عليه ووحد الله. ورد، والعهدة على من قال ورد، أن نبي الله موسى خرج ذات يوم لميقات ربه للمناجاة، فتعلق به فتى من بني إسرائيل وقال له يا نبي الله سر ربك أن يرزقني الغنى. ذهب سيدنا موسى للمناجاة
ومن حلاوة المناجاة نسى سيدنا موسى أن يسأل الله الغنى لهذا الفتى. بعد أن انتهت المناجاة قال الله عز وجل لسيدنا موسى: يا موسى أين الأمانة؟ قال له: يا رب وأي أمانة؟ قال له: يا موسى الفتى الذي تعلق بك. قال له: يا رب هذا فتى من بني إسرائيل يسألك الغنى. في الرواية قال: يا موسى خير أني سأغنيه نصف عمره، فبأي شيء يبدأ، بالنصف الأول أم بالنصف الأخير؟ فرجع سيدنا موسى فقال له هذا الفتى: يا نبي الله أين رد الرسالة؟ قال له: يقول لك الله أنه سوف يغنيك نصف عمرك، فبأي شيء تبدأ، بالنصف الأول أم بالنصف الأخير؟ قال له: أبدأ ببركة الله. وأغنى الله عز وجل هذا الفتى. هذا الفتى بنى دار وجعل للدار أربعة أبواب: باب يدخل منه من أراد مال، وباب يدخل منه من أراد طعام، وفي الجهة الأخرى من أخذ مالا خرج، ومن أخذ الطعام خرج. وازداد الفتى غنى عن غنى. ومرت الأيام فقال سيدنا موسى: يا رب ألم يقضي نصف عمره؟ قال له: يا موسى قضى وزاد، قضى وزاد. قال له: يا رب أين ما وعدته به؟ إنك قلت سوف تغنيه نصف عمره. قال له: يا موسى فتحت له من الخير باب، ففتح للخير أربعة أبواب. يا موسى، يا موسى أيكون العبد أكرم من سيده؟ يا موسى أعطيه وأمنعه؟ سؤال: لماذا لم يصرخ الميت؟ لماذا لم ينادي على الأحباب؟ لماذا لم ينادي على الأصحاب؟ أتدرون لماذا لم يستغيث الميت؟ أتدرون لماذا لم يصرخ الميت؟ لأن الموت قد صعد إلى العقل فغشيه وغيبه، وجاء إلى البصر فأعماه وأرهبه، وجاء إلى اللسان فأخرسه وأسكته، وجاء إلى اللون فغيره وعصفره، وجاء إلى الجسد فهده وأسكنه، ارتفعت الحدقتان إلى أعالي الأجفان، وتقلصت الشفتان سكرة بعد سكرة، وجذبة بعد جذبة، وشدة بعد شدة، جعلت أفضل خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى قدح فيه ماء، ويمسح على جبينه ويقول: يا سبحان الله، إن للموت لسكرات، فاللهم هون علينا جميعا سكرات الموت. أسأل الله رب العالمين أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز يا ربنا بعفوك وكرمك وجودك عن سيئاته. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعشيرة خيرا من عشيرته. اللهم أنزل عليه في هذه الليلة البهجة والنور. اللهم اجعل هذه الليلة من أسعد الليالي عليه يا رب العالمين. اللهم كن له من بعد الحبيب حبيبا، اللهم كن له من بعد الحبيب حبيبا. اللهم إنه أتاك مغسلا بمسك وطيب، اللهم إنه أتاك مغسلا بمسك وطيب، اللهم إنه أتاك بكفن ليس له جيب. فإنا نسألك يا ساتر العيب أن تعامله بالإحسان إحسانا، وبالسوء عفوا وغفرانا. والهم أهله وزويه عليه صبرا وسلوانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكر الله عزاءكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.